عادة ما يرتفع الطلب على مشتقات الألبان في شهر رمضان المبارك، فلا يخلو بيت من أحد هذه المنتجات إن لم تكون جميعها في هذه الأيام المباركة. وكعادتها تحرص المصانع في البحرين على مضاعفة إنتاجها في هذا التوقيت. ومع هذه الظروف الخاصة أكد القائمون على تلك المصانع بأن الإنتاج وفير. الألبان ومشتقاتها إنتاج محلي يعد بأيد بحرينية، يتضاعف إنتاجه في الشهر الكريم لأنه متطلب أساسي لدى أفراد المجتمع ومكمل للوجبات الرئيسية في رمضان، فالمصانع البحرينية تحرص على ضخه في السوق بكميات كبيرة ليغطي حاجة السوق في الشهر الكريم. جميع مواد الخام متوفرة الحمد لله، وشغالين 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. خطوط الإنتاج بما فيها الفريش الطازج، سواء الروب أو الحليب الطازج، جميع الخطوط شغالة. عندنا طويل الأمد 7 خطوط شغالة في اليوم 24 ساعة بما فيها الطماطة، معجون الطماط طبعا كله حق رمضان، وفي نفس الوقت الأمور طيبة. المنتج الرئيسي في بالنسبة لرمضان عندنا الروب وعندنا اللبن. اللبن شغال 12 ساعة طبعا بثلاثة الأحجام اللي هم 200 ملي، وعندنا اللتر واحد وعندنا 2 لتر. الآيس كريم شغال نفس العملية 12 ساعة، جميع الخطوط شغالة، عندنا 4 خطوط في الآيس كريم بجميعها فل كاباسيتي شغال. المواد الخام جميعها متوفرة الحمد لله ل6 شهور قدام. في رمضان بيكون الإنتاج نفس العملية، بيكون 24 ساعة بعد، ورفعنا خطوط الإنتاج في رمضان، بيكون كل شيء متوفر إن شاء الله. الأساسيات عندنا أو المنتجات اللي تستهلك في رمضان عامة اللي هي الروب، اللبن بجميع الأحجام ماله، وعندنا الحليب، عندنا الكريمة الحامضة طبعا حق الطبخات حق مطابخ في رمضان والاشياء هذه، بما فيهم طبعا المواد الخام كامله موجوده متوفره ل6 شهور قدام. وعندنا طبعا احنا المواد عمرها ما يعني ما نقصت عندنا. الخطوط 24 ساعه شغاله، جميع الخطوط جميع الاقسام بما فيهم قسم الايس كريم، طبعا الايس كريم شيء اساسي بعد في رمضان وخاصه في الليل عند الاطفال والاشياء هذه. الروب واللبن من اساسيات الفطور خاصه عند البحرينيين. في رمضان يرتفع الطلب على هذه المنتجات، حيث تشهد منافذ البيع عمليات توزيع كبيره من الالبان الطازجه والتي يتم انتاجها يوميا، حيث يفضل المستهلكون عادة شراء هذه المنتجات بشكل يومي. ومن جهة أخرى يرتفع الطلب على مشتقاتها ليتمتع كل فرد في الأسرة بتناول ما يحلو له من هذه المنتجات. عندنا في الشركة بشكل اعتيادي سنويا قبل شهر رمضان يكون في استعداد غير طبيعي إلى الإنتاج، نوفر كميات مضاعفة وقد تكون يعني 3 أضعاف أو 4 أضعاف الكميات اللي نوفرها في الأشهر البقية في السنة. ونظراً للظروف اللي تمر فيها العالم من أزمة كورونا، فإحنا موفرين كل المواد الأولية إلى أكثر من سنة حالياً موجودة، وقاعدين نحاول نوفر إلى مدة أكثر. عروض متنوعة بأسعار مختلفة تقدمها تلك المصانع على هذه المنتجات للمستهلكين، لتؤكد في الوقت ذاته على توافر معروض الألبان الطازجة في هذه الأيام المباركة. إنتاج مضاعف للألبان ومشتقاته في الشهر الفضيل، على اعتبار أن هذه المنتجات من المتطلبات الأساسية لدى الأسرة البحرينية، فتجد أن المصانع تحرص على أن يكون الإنتاج وفير ولا ينقطع في أجمل شهور السنة. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.